ليه بقى تشتريه ب 98؟ هاتي كده معلقتين كبار من الدقيق، وطبعا تنخليه كويس جدا عشان لو في اي حاجه. وهضيف كمان معلقه كبيره من الكاكاو، وهنزل كمان بمعلقه كبيره من السكر، وهضيف بقى معلقه صغيره من البيكنج باودر، وقلبي بقى كويس جدا كده عشان ما يبقاش فيه اي حبيبات، عايزين كده كله كده يتجانس مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه دوت. كده تمام، كل المكونات اتضربت كويس جدا مع بعض كده وبقت لون واحد بالشكل اللي انت شايفاه دوت. وهنزل كمان بمعلقه كبيره من الزيت، بصراحه مفيش اسهل من كده، كل المقادير بالمعلقه. ومعايا كمان هنا 8 معالق كبار من اللبن، وحطيتهم بقى في الكوبايه عشان ما احطش واحده واحده. هنضرب بقى كويس جدا كده كل المكونات عشان خاطر ما يبقاش فيها اي تكتلات. كده تمام معايا وما بقاش فيهم اي تكتلات، شايفين بقى قوامه، هو ده بقى القوام اللي احنا عايزينه. هندخل بقى الطاجن اللذيذ الجميل بتاعنا ده في الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص، هياخد معاكي ربع ساعه. كده شكل الطاجن بعد ما طلع معايا من الفرن، شايفين بقى ما شاء الله الكيكه منفوخه كده وهشه. هجيب بقى كوبايه من اللبن وهحط فيها معلقه صغيره من السكر، وهبدا كده اقلب بقى اللبن مع السكر كويس جدا، وهسقي بقى بيها الكيكه زي ما انتم شايفين كده، يعني هتحطي حوالي ربع كوبايه عشان خاطر تبقى الكيكه كده معانا طريه وطعمها حلو جدا. وهبتدي بقى اجيب معايا الماكستيلا او النوتيلا او مثلا جناش شوكولاته، عندك اي حاجه كده حطيها من على وش الكيكه، وهتسيحيها طبعا على النار، وهتبتدي بقى تحطي معلقتين كبار بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. كده الطاجن بقى جاهز معايا وزي الفل، بس احنا بقى هنديله شويه تزيين كده بسيطه جدا عشان خاطر بقى يبقى زي اللي بنشتريه من بره والجاهز بالظبط. هتبتدي بقى تجيبي شوكولاته بيضة كده وسيحيها على النار، او ممكن كريم جانتيه، او ممكن ما تزينيش خالص، مفيش اي مشكله، بس انا كده هزين تزيين بسيط يبقى كاننا بقى مشتريينه من بره. وهتبتدي برضو تعملي بقى الخطوه اللي انا بعملها ديت، اللي هي رايح جاي رايح جاي بالشكل اللي انت شايفاه. وهجيب بقى معايا الخله وهبدا بقى اعمل معايا الحركه ديت، يعني رايح جاي كده عشان يديني بقى الشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده، شايفين بقى الجمال اكنك كده مشترياه من بره بالظبط، بصراحه مفيش اسهل ولا احلى ولا انضف من كده، وبالمقادير كلها بالمعلقه، وكمان ما حطيناش بيض. كمان حطي بقى في النص كده بسكوت او ممكن شوكولاته، يعني اي حاجه كده الاولاد عندك بتحبها حطيها بقى في النص، شايفين بقى ما شاء الله جميله جدا والاولاد هيعشقوها. وكمان تقدري بقى تعملي كذا واحد من طواجن السعاده، عملناها بطريقه سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله تجربيها وتعجبك جدا. ايوه احنا اللي هنعمله من غير ولا بيض ولا شوكولاته ولا دقيق اسبونش ولا محسن، حرفيا احلى جاتوه ممكن تعمليه، شايفين بقى ما شاء الله كيكه طريه جدا معايا وخفيفه كده وطعمها تحفه، اوعدك هتبقي استاذه في عمايل الجاتوه، مستحيل بقى تشتريه من بره تاني. يلا بينا بقى نشوف الطريقه الجميله ديت عملناها ازاي. معايا بقى كوبايه من الدقيق ونخليها بقى كويس جدا عشان لو في اي حاجه، ومعايا كمان معلقتين كبار من الدقيق، يعني كوبايه ومعلقتين، وهنزل برشه من الملح وكيس من البيكنج باودر، وقلبي بقى كل المكونات الجافه كويس جدا مع بعض. هجيب بقى شفشق الخلاط وهنزل بكوبايه من السكر وكوبايه الا ربع من الزيت وكوبايه الا ربع من اللبن ونص كوبايه من الكاكاو، واضربيهم بقى كويس جدا. لو تلاحظي هنا الكوبايه واحده اللي تعايري بيها الدقيق هتعايري بيها كل المقادير. وهاتي بقى الاسباتيولا وابداي بقى نزلي كده الجوانب عشان كله يتضرب كويس جدا مع بعض، شايفين بقى ما شاء الله ده احلى جناش ممكن تعملي بيه الطرط والجاتوهات، عايزه اقول لك حرفيا طعمه تحفه جدا. هناخد بقى كوبايه عشان خاطر نزين بيها الجاتوه بتاعنا اللذيذ، وباقي صوص الشوكولاته هنزل بقى بمعلقه صغيره من الخل، الخل هنا هيخلي الكيكه هشه، وربع كوبايه من اللبن، وهتضربيهم كويس جدا وهتنزلي بيهم بقى على الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح المكونات الجافه، واضربي بقى كل المكونات كويس جدا مع بعض عشان ما يبقاش فيه اي حبيبات. ومعايا بقى كوبايه الا ربع من اللبن وهنزل بيها تدريجيا، وطبعا ممكن تستخدمي ميه ما فيش اي مشكله خالص، المتوفر عندك ضيفيه، وانزلي بقى باللبن كده ربع كوبايه ربع كوبايه، يعني تدريجيا كده، وقلبي بقى كويس جدا لحد كده ما توصلي للقوام اللي انتم شايفينه ده، هو ده بقى القوام اللي احنا عاوزينه. وهتجيبي بقى الصاجه او الصينيه وابداي بقى دهنيها كويس جدا من الزيت والحروف كمان، وانزلي بقى بخليط الكيك بتاعنا اللذيذ ده ووزعيه بقى كويس جدا. حابه بقى اعرف بتتابعيني من انهي بلد، واتمنى تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. واخبطيها بقى خبطتين ودخليها الفرن على درجه حراره 200، هتاخد معاكي ربع ساعه. كده الكيكه استوت معانا وبقت تمام، طبعا بتختبريها بالخله، شايفين بقى ما شاء الله هشه كده وجميله جدا معايا، هسيبها بقى تبرد. هجيب بقى معايا كيس من الكريم جانتيه ومعايا نص كوبايه من اللبن او الميه المتوفر عندك دفيه، بس اهم حاجه طبعا يكون ساقعه جدا، واضربيهم بقى كويس جدا بالمضرب الكهربائي او اليدوي لحد ما القوام يتقل معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. كده الكيكه بردت معايا وبقت تمام، هجيب بقى الصاجه وهبدا اقلبها عليها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، شايفين بقى هشه جدا كده معايا وطريه جدا. واقسمي بقى الكيك معاكي لجزئين يكونوا قد بعض، وهضيف بقى على اول جزء الكريم جانتيه ووزعيه بقى كويس جدا،
هتضيفي بقى الجزء التاني وهتنزلي بقى بجناش الشوكولاته اللي شلناها على جنب. شايفين بقى ما شاء الله شكله عامل ازاي، وعايزه اقول لكم حرفيا طعمه تحفه جدا. ووزعيه بقى كويس جدا، وابداي بقى سويه كده من الجناب عشان يبقى شكله معاكي حلو في الاخر. هتجيبي بقى السكينه وهتقسميها معاكي لست اجزاء بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هتقسميها من النص، هيطلع معاكي 12 قطعه. انت كده عملتي دسته من الجاتو. وهتسيبي بقى معلقتين ثلاثه من الكريم جانتي وهتحطيه في كيس الحلويات، وابداي زيني بيها، يديكي شكل جميل في الاخر. شايفين بقى ما شاء الله شكله جميل جدا معايا ازاي. لو عندك بقى صوص شوكولاته بيضة او كراميل اي حاجه كده حطيها، هتديكي برده شكل جميل في الاخر. لو ما عندكيش ما تحطيش، مفيش اي مشكله خالص. وبالشكل ده عملتي احلى دست الجاتو بطريقه سهله وبسيطه جدا، وطالع شكله جميل وطعمه عايزه اقول لكم حرفيا تحفه جدا، ومن غير بيض وبكوبايه دقيق واحده. ان شاء الله هتجربي الطريقه ديت وهتعجبك جدا وهتدعي لي عليها. اتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركه عشان الكل يستفيد. ولو اول مره تشوفي صفحتي، انا اسمي اميره عاشور، اتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. سعر القالب 900 جنيه، احنا بقى هنعمل قالبين ومش هتكلفنا اكتر من 40 جنيه، وهتطلع معاكي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. حرفيا طعمها تحفه جدا وتستحق التجربه، وكمان تاخد 10 على 10. معايا بقى ربع كيلو من الكنافه وفركها كويس جدا، وهرفعها على النار مع معلقتين كبار من السمنه، وهقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. هجيب بقى طبق واحط فيه ميه سخنه، وحطيت الشوكولاته في كيس، دي افضل طريقه تسيحي بيها الشوكولاته. معايا بقى قطعه واحده صغيره من الشوكولاته البيضه، ومعايا كمان طمن من الشوكولاته الغامقه. كده الشوكولاته صحت معايا خالص، هبتدي بقى اخد الشوكولاته البيضه، وهجيب بقى اي قوالب كده تحبي تحطي فيها، بس طبعا تكوني غسلها كويس جدا ومنشفيها تماما من ميه. وابتدي بقى اعملي كده خطوط عشوائيه. اول بقى ما تطلعي الكيس من الميه هتنشفيه كويس جدا، وبعد كده تستخدميه. هتبداي بقى تحطي كده طبقه شوكولاته هنا وهنا. حابه بقى اعرف بتتابعيني من انهي بلد، واتمنى تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. هبتدي بقى اوزع كده الشوكولاته كويس جدا في القالب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان يبقى شكلها حلو معاكي في الاخر. هتجيبي بقى كريمه فستق او مثلا جناش شوكولاته او نوتيلا او مثلا كراميل، اي حاجه متوفره عندك حطيها كده على الكنافه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتقلبي بقى كويس جدا لحد ما الكنافه تبقى لون واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. كده قوالب الشوكولاته نشفت معايا خالص، هتحطيها اقل من دقيقه في الثلاجه هتلاقيها نشفت معاكي وتبقى بالشكل ده. هتجيبي بقى الكنافه، وطبعا ربع كيلو الكنافه ده هتحطي بقى طمن هنا وطمن هنا، وهتبداي بقى تضغطي عليها كويس جدا كده وتسويها عشان تبقى شكلها معاكي حلو في الاخر. وسيحت كمان طمن شوكولاته وحطيت هنا وهنا، يعني ربع كيلو الكنافه هياخد معاكي ربع كيلو من الشوكولاته، وهتسويهم برده كويس جدا وهتحطيهم في الثلاجه اقل من دقيقه. وبالشكل ده عملت الترند اللي قلب الدنيا، مقادير بسيطه وسهله جدا، يعني ب 40 جنيه هتعملي احلى قالبين. شايفين بقى ما شاء الله شكلهم تحفه جدا. قالب الشوكولاته ده بيتباع ب 900 جنيه، احنا عملنا اتنين ب 1800 جنيه وهم ما كلفوناش اكتر من 40 جنيه. شايفين بقى ما شاء الله شكلها ولا طعمها، حرفيا تحفه جدا. جربي الترند ده وهيعجبك جدا، وفعلا تستحق التجربه وكمان تاخد 10 على 10. اتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي مشاركه عشان الكل يستفيد. لو اول مره تشوفي صفحتي، انا اسمي اميره عاشور، اتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد باذن الله.